تحياتي لكم. بعض النصائح للباحثين عن النظارة للبشرة، نظارة البشرة وعلاج البشرة وعلاج وتوصيل كمية مغذيات أكثر لتوفير المناخ المناسب لبشرة خالية من الحبوب السوداء، بشرة خالية من الاحتقانات والانتفاخات، بشرة فيها نظارة في الجلد، الجلد بيكون عامل زي مسامات متفتحة، في تروية دموية، في احمرار في منطقة الوجه. العلاج هلا إذا بدنا نحكي عن تجميلي مع فيشل اللي هو تنقية البشرة أو غسل البشرة، إذن إحنا بنحكي عن شغلات علاجية أكثر منها شغلات تجميلية، لأن هاي بتأدي بالنتيجة لنتيجة أفضل داخلية وثابتة أكثر، بدل هالمستحضرات السيئة اللي قاعدين بنحطها على وجهنا اللي هي سموم. هلا القواعد الأساسية للحفاظ على بشرة كويسة والشغلات اللي ممكن نستخدمها اللي هي من أهمها، أول شيء البخار. البخار أي جلسة فيشل أو تنظيف للبشرة ببلشوا في 10 ل 15 دقيقة بخار. أنا لما حطيت فيلم تنظيف البشرة واللي بكل بريك الشاي وممكن يحرك ومش يحرك، يعني أنا بتعامل مع هذه الأمور صار لي 30 سنة، مش بس كعلاج، أنا بتعامل مع الأجهزة الطبية، عملها، تصميمها، يعني هاي الأمور في مجال شغلي. أنا بحكي لك على شغلات بيتي تسد وبشكل أفضل من الشغلات اللي ممكن تشتريها من برا. هذا بالنسبة للبخار وعلاج والعلاج بالبخار. البخار والتبخير حينشط لك الدورة الدموية، حيفتح لك المسامات، المسامات بتتفتح مع الحرارة وضرب البخار والأعشاب اللي بدنا نحطها في التبخيرة، هذا بيفتح المسامات بشكل كبير عن طريق وصول البخار لإلها والعنصر الحراري وتدخيل هاي المواد الجيدة اللي هي مغذيات للجلد. شو أفضل شيء ممكن نحطه في تبخيرة الوجه؟ تبخيرة الوجه أفضل شيء ممكن نحط فيها روزماري، روزماري اللي هي عشبة إكليل الجبل مطحون مثلاً، نطحن ملعقة. ممكن نضيف عشبة المورينجا على الموضوع، نطحن ملعقة. السمسم كويس كتير، نطحن ملعقة. الزعتر نطحن ملعقة. هاي كلها موسعات وبتعطي نظارة، ونحطها في المياه. بالإضافة على هذه الشغلات لازم نحط دائماً ملح، ولازم نحط ليمون، واحنا نعرض وجهنا لمدة ربع ساعة نص ساعة لها التبخير هذه، واحنا نعرضها للبخار لازم ناخذ تنفس، لازم ناخذ شهيق وزفير. احنا بدنا ننظف داخليا ومننا ننظف خارجيا، مننا نعطي نظارة داخلية ونظارة خارجية. فالبخار عشان يجيب نتيجة لازم يكون من برا ولازم نستنشقه، وهيك بنضمن تفتيح للمسامات كلها، تفتيح داخلي، تفتيح للجيوب الأنفية، وجود أكسجين أكثر. إذا احنا بنحكي عن وجود أكسجين، هاي صارت عندنا نظارة أكثر بوجود الأكسجين، ماشي الحال. هلا خلصنا من التبخير اللي هي بسيطة، يعني مياه ساخنة وحطوا عليها الأعشاب اللي كنا لكم عنها، اللي بدكم إياها، اللي بتحبوها، وخلوا هالبخار بس يضرب في وجهكم على مناطق معينة وانتوا تحركوا فيه وتاخذوا شهيق وزفير. يعني بدها حركة كمان الشغلة، مش بس أحط وجهي واستنى، بدك تتنفس، بدنا نحرك، اللي تحرك الدورة الدموية، تحرك العضلات الصغيرة هاي اللي موجودة في وجهك، اللي هي حركة العضلات بتسرع من وصول المواد هذه وتليين المنطقة هاي وزيادة الرطوبة فيها عشان نشيل السموم هاي اللي عالقة على الجلد. هلا المرحلة بعد التبخيري، ممكن إذا بتكون مش تبخيري وخايفين من التبخيري، المياه الساخنة هاي اللي نستخدمها للتبخيري تنحط على البشكير وينعمى عملية فرك كامل في البشكير بشكل بسيط مع الروائح هذه اللي حاطينها في التبخير. تنظيف كامل للجلد، لمسامات الجلد، وهذا كمان اللي يسوى في صالونات التجميل، ماشي الحال. هلا الشغلات الثانية اللي صالونات التجميل ما بيسووها اللي هي الزيوت، اللي هي الزيوت اللي بدنا نوضعها على وجهنا، اللي هي بدنا نعمل فيها الحركات المساج هاي، حركات التدليك، يعني أأمن الزيوت وأحسنها. شو ممكن أنصحكم فيه؟ يعني السمسم كويس كتير، النعناع كويس كتير،
النعنع احنا بنشتغل على مبدأ المطحون، المطحون مش زيوت مركزة، مطحون النعنع، مطحون السمسم، ممكن الروزماري، مطحون الروزماري، ونضيف على الزيوت هذه نخلطها مع زيت الزيتون اللي هو لحاله فيتامين اي وفيتامين سي واللي بدكم اياه، ونضيف على الزيوت هذه شوية ليمون، يعني كم من قطرة، 5-6 قطرات ليمون، وفي هاي الحالة نعمل مساج لكل الوجه، للبشرة، مساج للعضلات اللي هي العضلات تجيب دورة دموية، نعصر هالعضلات هاي عصر في كل الاتجاهات اللي بنقدر عليها، هاي عضلات آمنة، يعني ممكن أحرك أنا هيك، إذا حركت هيك كمان كويس، يعني الاتجاهات ما تخافوا تعملوا المساج وتفركوا، هي بس عبارة عن عملية عجن، تكرارات، ضغوطات، إزالة الضغوطات، عملية تنشيط فقط. هاي فيش فيها خوف تعملوا أي ضرر أو تعملوا ترهلات، وخصوصا انتوا عملتوا بخار، يعني فتحتوا المسامات، فهلا باجي بحط هالزيت هذا وبشكل دافي وبدهن وبمسج، يعني لما احط معلقة على ايدي وادهن بتروح بعد دقيقة برد احط كمان معلقة، لانه كمية الامتصاص للزيوت هاي بتكون سريعة والمسامات بتكون متفتحة، فانا بدخل سموم، بدخل مواد غذائية، احماض امينية، معادن، بوتاسيوم ومغنيسيوم وصوديوم، فيتامين سي وزنك، وشو كمان معادن بدكم اياها للعضلات والجلد، هذه هي اللي بدها اياها العضلات والجلد والاعصاب في المنطقة هذه، اذا هذه الثلاثة حركناها وغذناها ونشطناها وشلنا دماء وجبنا دماء واكسجين، اذا في هاي الحالة انا بحصل على بشرة نقية خالي من التجاعيد، لانه التجاعيد بدنا رطوبة، بدنا تمارين، بدنا حركات. هلا اخر شيء فعال في نظرة البشرة، واللي هو احنا بننسى الامور هذه، بننسى انه كل عضلات الوجه هي عضلات، العضلات علاج العضلات وتحسين نظارة العضلات بس بتم عن طريق التمارين، عن طريق التمارين، التمارين تاعت عضلات الوجه اللي هي تفتح ثمك تسكر ثمك، تفتح عينيك تسكر عينيك، تضحوك كتير، هذا تمرين، تعمل الحركات هذه وتساعد حالك في الضحك، تساعد حالك في حركات تعمل استريتش للعضلات هذه، حركات طبطبة بسيطة بالطريقة هذه، حركات الرقبة وتمارين الرقبة، هذه كلها لازم تكون موجودة لصحة المنطقة هذه. وإذا بدك تبحثي عن الجمال، الجمال بيكون مصدره هيو موجود هون في منطقة الأخدعين، هذا مصدر الجمال تاع عضلات الوجه، لأنه كل أعصاب الوجه 12 هي المصدر تاعهن هنا. فهذه بدك 10 دقائق لربع ساعة في هاي نفس الزيوت تعملي مساج للخلف لمنطقة الأخدعين، وتصيري تعمل الحركات هذه والتمارين، اي شيء بعطيكي للعمود الفقري للرقبة اعملوه، هذا بيفتح الاقنية او القناة اللي بتدخل من الجمجمة وبتدخل الاعصاب هذه وبتطلع الاعصاب هذه، اشي على اليمين اشي على الشمال اللي يجي على الوجه، فاذا انا فتحت الاقنية معناته زدت الذبذبات العصبية، زدت الدورة الدموية، نشطت الجهاز اللمفاوي، نشطت الأوردة إنها تأخذ كل هالاحتقانات، شلت الاحتقانات، نظفت جلدي، نظفت الجلد وشلت هالحبوب السوداء، وخصوصا في منطقة المنخار الحبوب السوداء اللي هي بعض البخار، سهل جدا إذا بتعملوا المساج هذا اللي هو عبارة عن تكشير، انتوا ما تنسوا انه هذا الاعشاب مطحونة طحنة ناعمة، خلوها للوجه طحنة يعني في بتضلها ذبذبات بسيطة، شغلات بسيطة من الأعشاب هذه بتصير تفرق اللي تعملكم تكشير للجلد، بدكم بياض للجلد، بدكم نظارة، بدكم تكشير، بدكم تشيلوا هاي الطبقة اللي ما انتو هيك كاتلينها، يا أنا بحكي للبنات والنساء اللي بيستخدموا المكياج، أنا لما أحط المكياج بحط سموم، أنا لما أحط سموم أنا بقتل الخلايا هذه كلها السطحية، وبضل عندي طبقة من السموم محطوطة فوقها، لأنه فيش إشي صحي من هالشغلات اللي بتحطوها على وجهكم. فاستخدموا الشيء الطبيعي، ركزوا لي على التمارين
التمارين، لأنه التمارين هن اللي حيوصل لك أو دورة دموية، حيوصل لك وحيوصل لك كمان. والدورة الدموية ضروري للنظارة، يعني بدك تعمل التمارين هذه، رفعة الرأس، النوم على الظهر، رفعة الجرين لفوق، هذه المفروض 10 دقائق ربع ساعة لكل الدم ينزل على وجهي، اللي تروي دموية أكثر، حركة السجود كويس كتير، أو أي حركات مشابهة، ننزل رأسنا ونرفع رأسنا، ننزل رأسنا ونرفع رأسنا، هذا بحرك بشكل كبير الدورة الدموية في منطقة الرأس. والمساج والأعشاب والتبخيرة، هذول أساسيات لتوصيل دماء أكتر وأكسجين أكتر. يعني هاي الشغلات البسيطة. وكمان إذا بدك تحافظ على وجهك ونضارة الجلد تاعك وجهك، بدك تنظف الكولون يا أستاذ ويا ست، بدكم تنظفوا الكولون، بدكم تأخذوا المشروبات اللي من الأعشاب هذه، روزماري، نعنع، زعتر، هذه 5 مرات 6 مرات في اليوم بدكم تشربوها. السلطات بدكم تكثروا منها، المكسرات والبذور، بذور العباد، بذر البطيخ، للنساء أنا بحكي، لنظارة البشرة، هذه كلها أحماض أمينية، يعني هذه هي اللي بتبني الكولاجين اللي موجود عندكم في البشرة. إحنا عشان نبني، إحنا وصلنا دماء ووصلنا أكسجين، فبدنا عناصر أساسية اللي هي الكولاجين. شوربة الحمام وشوربة العظام البقر، اللي أفيد منها أنا برأيي شوربة الحمام، بس الشوربة مع البكدونس ولا الكزبرة ولا الخضروات، وتشربوا الشربات هذه باستمرار، هذه كلها كولاجين. بدكم كولاجين، بدكم تبنوا، اشربوا. واللي بكلكم شحوم، هذه شحوم جيدة أساسية لعملية البناء، اللي جاي من شربات العظم وشربة الحمام البري. بري معناته كويس، معناته أكثر صحيا إن كلحوم وكشربات. هاي الشغلات الرئيسية. نتمنى لكم الصحة والعافية. تحياتي لكم.